يقول بعضهم يقول إن ابني أو ابنتي صغير أو صغيرة وعمره يزيد على 10 سنوات، فماذا نقول لهذا؟ نقول لهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإذا بلغ العشر ولم يمتثل الأمر فإنه تطبق عليه العقوبة فيضرب ضربا يردعه عن تهاون بالصلاة. نعم.